في بوابة الانطلاق وفتحت على بركة الله تعالى وتوفيقه. أيها الحضور الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، خيل الثربرد، خيل المهجن الأصيلة، مسافة 2200 متر، أرى على الصدارة منذ البداية صالب. صالب يبدأ الافتتاحية ويبدأ النداء. هنا صالب مع عمار البلوشي على المركز الأول، والمركز الثاني يتواجد بلو مع حمد لوهيبي، وتواجد لكينج ناقوس أيضا، وبلوسي متواجد مع المجموعة. أيها الحضور الكريم، الوزير أيضا متواجد، ولكن صالب يطول الفارق مع أقرب المنافسين بلو. ولكن صالب أيها الحضور يبتعد في هذه اللحظات. يصل بلوسي على المركز الثاني، وهناك أيضا رقم 15 كينج ناقوس. وينك يا روفليشن؟ وينك يا ديزرت؟ وين المرشحين؟ إذا صالب متصدر وبلو. وينكم يا متابعين؟ هانتينج رايت يصل، وديزرت ريفوليشن ايضا يصل. هناك شعار المسكري، شعار المسكري روسترام ايضا متواجد، ولكن صالب، صالب ما زال. وهناك هانتينج رايت وبلو. ديزرت ريفوليشن ايها المتابعون، وايضا هانتينج رايت. اذا ثلاثيه هانتينج رايت وبلو وديزرت ريفوليشن. هانتينج رايتس الان وديزرت ريفوليشن على المركز الثاني. اذا ما زال شاكر البلوشي على المركز الاول. دباوي كينج قادم ايها المتابعون، وارى رقم 4 دبي كونغ من الجهه الخارجيه، ولكن سعود البلوشي مع شاكر وهانتينج رايت متصدر ويبتعد. ايها الحضور الكريم، دبي كونغ مع انس السيابي. دبي كونغ نعم، وديزرت ريفوليشن، وهناك من الجهه الخارجيه يتواجد هاردي فورس. متأخر. وينك يا مروان؟ متأخر يا مروان، ولكن يفوز وينتصر.